رجل انتقل من كونه صحفي يكتب المقالات وينقل الأخبار إلى رجل مطلوب للإعدام بأمر من صدام حسين. حاولت الملكة إليزابيث التدخل لإنقاذه، لكن محاولاتها باءت بالفشل، لأن اللي ارتكبه هذا الصحفي أدخله في دوامة لا نهاية لها، إلى درجة أن صدام حسين بنفسه أصدر الأمر بإعدامه. شنو القصة الغريبة لهذا الرجل؟ وهل له علاقة بالكيان الصهيوني؟ ولماذا أمر صدام حسين بإرسال جثته إلى بريطانيا ووضع فيها رسالة على جنازته؟ فاليوم أروي لكم ما لم يروى عن قصة الصحفي فرزاد بازوفيت. تبدأ قصتنا اليوم من إيران اللي ولد فيها الطفل فرزاد، وتحديدا في سنة 1958. ولأن الفرص في إيران محدودة والحياة فيها غير مثالية، اتجه فرزاد إلى بريطانيا بعمر 16 سنة واشتغل هناك في مجال الصحافة. ومثل ما نعرف في شهر 1 عام 1978 قامت الثورة الإسلامية في إيران. هذه الثورة أدخلت إيران في فوضى كبيرة، وفي سنة 1979 تغير الحكم في إيران، ومعاه تغير النظام بالكامل. مع هذا التغير توترت العلاقة ما بين إيران ودول كثيرة، ومن هذه الدول دولة العراق اللي راح نتكلم عنها اليوم. بسبب الظروف في إيران قرر فرزاد الاستقرار في بريطانيا وعدم عودته إلى إيران بشكل نهائي. ولما كبر ونضج وأكمل تعليمه، اشتهر فرزاد بالكتابة، وتحديدا في مجال واحد فقط، وهذا الموضوع جدا حساس، ألا وهو سياسات الشرق الأوسط. وأثناء كتابته في هذا الموضوع كان يهاجم إيران بشكل كبير. بس السؤال، شنو السر خلف هذا الهجوم؟ كان فرزاد يشوف إيران أنها دولة ظالمة ومستبدة، وكان يوثق تجاوزات إيران في حقوق المواطنين والمقيمين فيها، والكثير من كتاباته هاجم فيها الخميني بشكل جريء. والمنصات البريطانية أعجبها طرح فرزاد، فصار يكتب لعدة صحف معروفة ومنها بي بي سي. طبعا في ذاك الوقت كان الحدث الأبرز في الشرق الأوسط هي الحرب العراقية الإيرانية، فهذه الحرب كان يتكلم عنها العالم كله. قصة هذه الحرب باختصار أنها قامت ما بين العراق وإيران وامتدت لثمان سنوات بين عام 1980 وحتى عام 1988. مات فيها 1 مليون إنسان تقريبا، وصرفت فيها جميع الأطراف المليارات من الدولارات، وهي تعتبر أطول حرب في القرن العشرين. برز اسم فرزاد في هذه الحرب بسبب كتاباته ضد إيران، فكانت هذه الكتابات هي المدخل له إلى السلطة العراقية، فكانوا العراقيين على تواصل دائم معه. لكن علاقته الطيبة مع العراقيين ما استمرت لفترة طويلة، فهذه العلاقة انهارت تماما بعد ما ارتكب غلطة لم يغفر لها صدام حسين. ففي سنة 1989 دعت السلطات العراقية بعض الصحفيين إلى العراق عشان يغطون انتخابات المجلس التشريعي والتنفيذي، وطبعا أحد هؤلاء الصحفيين كان فرزاد. لما تلقى الدعوة أخبر والدته أنه ذاهب إلى العراق، لكن والدته حذرته من الذهاب. فشنو السبب؟ كانت تقول لوالدته بأن نظام صدام حسين هو نظام مستبد وما يعترف بالحريات، وانت يا فرزاد شخص ذاهب للكتابة والتوثيق، فهل معقول يعطونك مساحة للحرية اللي تحتاجها؟ هني شعر فرزاد بالتوتر بعض الشيء، لكن قال لوالدته أن العراقيين طلبوني لأنهم يبحثون عن صحفي يجيد التوثيق، وأن اسمي في عالم الصحافة أصبح اسم كبير ومهم، فأصر أنه يقبل الدعوة واتجه إلى العراق. وبهذه الزيارة صار حدث تاريخي في العراق، وهو اللي تسبب بتوتر العلاقة ما بين الصحفي وصدام حسين. ففي تاريخ 19 سبتمبر عام 1989 اسمعوا العراقيين صوت انفجار كبير ومفاجئ. علشان نستوعب مع بعض قوة هذا الانفجار، فتخيلوا معاي أنه وقع في مجمع المصنع العسكري. هذا المصنع يبعد عن بغداد 50 كيلومتر، مع أن المسافة بعيدة اسمعوا الانفجار جميع أهل بغداد. بس السؤال، شنو قصة هذا الانفجار؟ وشنو علاقة فرزاد بهذه الحادثة؟ قبل لا أربط لكم علاقة فرزاد بالحادثة، أبي منكم
الاشتراك بالقناة. يا جماعة الخير، النسبة تعتبر قليلة مقارنة بالمشاهدات. في اليوتيوب أظهر لي 11% فقط اللي يشتركون في القناة من نسبة المشاهدين العامة، لأن ضغطك للاشتراك يعنيني الكثير وهو اللي يخليني أستمر بتقديم المحتوى الجاد. أما الآن لنروي ما لم يروى. القصة إيه؟ إن العراق فيها مدينة اسمها مدينة الإسكندرية. هذه المدينة فيها مكان اسمه مجمع التصنيع العسكري، يتواجدون فيه العديد من الخبراء اللي يشتغلون في مجال تصنيع الأسلحة وإنتاج الصواريخ، وكل هذا النشاط يتم بشكل سري للغاية. لكن بالخطأ حدث انفجار ضخم في المعمل، فسمعوا أهل بغداد صوت مرعب، وتوفى الكثير من العراقيين والمصريين بهذا الانفجار، وهم يعتبرون من الخبراء العاملين على تصنيع الصواريخ العراقية. تخيلوا معاي، في ذاك الوقت اكتشفوا جميع العراقيين أن العراق تصنع الصواريخ بشكل سري، وبعض وسائل الأخبار الإعلامية التقطت الخبر ونشرت تساؤلات حول هذه الصواريخ. مباشرة صدر أمر من الحاكم العراقي صدام حسين على التكتم على هذا الموضوع، فمنع جميع الصحفيين في العراق على تغطية هذا الانفجار المرعب، فممنوع أي شخص يكتب عن الانفجار، وممنوع أي شخص يقترب من موقع الحدث. لكن صحفي واحد فقط تجرأ وأصر على التصوير، هذا الصحفي هو فرزاد بازوفيت بنفسه. بس السؤال، شلون فرزاد وصل لموقع الانفجار؟ خصوصا وأن السلطة العراقية كثفت المراقبة الأمنية وحرصت أن الموقع ما يوصل لأحد. فرزاد أراد السبق الصحفي في هذا الموضوع، وعرف أن الممرضة البريطانية دافني بارش بإمكانها الدخول إلى موقع الانفجار من دون علم أحد. وفعلا دخل فرزاد مكان الانفجار وخرج بشكل سريع من الموقع، وبعد أيام صار الصحفي يزور رجال الأمن العراقيين ويسألهم عن أسباب هذا الانفجار، وكذلك كان يسأل العراقيين البسيطين البياعين في الأسواق وكل مواطن آخر كان يمر عليه تقريبا. ولأنه كان يسأل بشكل كبير، شكوا فيه العساكر وبلغوا عنه عند الشرطة. فقال العسكري للشرطة إن هذا الصحفي أسئلته كثيرة عن الانفجار، مع أنه يعرف أن الموضوع حساس وممنوع الحديث عنه. فأصبح فرزاد مراقب من المخابرات العراقية اللي أصبحت تشكك فيه. وفي يوم من الأيام أراد فرزاد السفر إلى بريطانيا، لكن تفاجأ أنه تم توقيفه، وقررت السلطة العراقية أنها تفتش حقائبه وأغراضه، ووجدوا فيها شيء دمر حياته إلى الأبد. فأثناء التفتيش وجدوا عينات من التربة، هذه التربة هي نفسها الموجودة في موقع الانفجار، وكذلك معاه 34 صورة من موقع الانفجار. فعرف العراقيين على طول أن فرزاد دخل إلى موقع الانفجار وأنه تجاوز الحد المسموح له، والأدهى من ذلك أنه ينوي السفر إلى بريطانيا ومعاه طبعا عينة من التربة. وهذا الأمر ما له إلا تفسير واحد، فالصحفي فرزاد كان مخطط أنه يتجه لبريطانيا بحيث يسرب خبر أن العراق تصنع أسلحة بشكل سري، وأخذ معاه عينة وصورة من الموقع لتكون دليل يسانده أمام المشككين. وظن الصحفي أنه سيغادر العراق، ولكنه لن يغادرها للأبد. فأصبحت دوافع فرزاد مشكوك فيها، فهل هو متجسس على العراق أم صحفي مجتهد فقط؟ على العموم، سواء كانت هذه الحركة من باب السبق الصحفي أو التجسس على العراق، بالحالتين حكم على فرزاد بالحبس مباشرة إلى أن ينتهي التحقيق معه. فأصبح الصحفي في السجون العراقية، وبدأت تحوم حوله الشبهات إن كان جاسوس طوال هذه الفترة، خصوصا مع كثرة الجواسيس اللي أرسلهم الكيان الصهيوني إلى منطقتنا. السجن اللي انحبس فيه ما كان سجن عادي، بل هو سجن معروف في تاريخ العراق. هذا السجن هو سجن أبو غريب. السجن يبعد عن بغداد 30 كيلومتر، وطبعا اشتهر بعد غزو الأمريكي للعراق في عام 2003 اللي استخدموه الأمريكان لتعذيب العراقيين. وطبعا هناك صور تثبت التجاوزات اللي مارسها الأمريكان، وانتشرت في عام 2003 فضيحة أبو غريب. وطبعا بعد هذه الفضيحة تم إغلاق هذا السجن،
والسلطات العراقية أعادت افتتاح السجن في عام 2009. وفي عهد صدام حسين كان هناك الكثير من التعذيب في سجن أبو غريب، والصحفي فرزاد كان واحد من المعذبين في هذا السجن، فتعرض للضرب والتجويع، وكان الصحفي رهن الحبس، لكن البعض حاول إخراجه من السجن. فصحيح إنه هو إيراني المولد، لكنه عنده الجنسية البريطانية بسبب حياته اللي قضاها في بريطانيا وكذلك العمل في مجال الصحافة. فسمعت قصة فرزاد رئيسة الوزراء البريطانية تاتشر، واللي كان يلقبونها المرأة الحديدية. لما عرفت إن هناك بريطاني تم حبسه في العراق، اتصلت مباشرة على السلطات العراقية. حاولت تاتشر إقناع السلطات العراقية بالإفراج عن الصحفي البريطاني، لكن دون فائدة. وقررت السلطة العراقية بأمر من صدام حسين بإعدام الصحفي بتهمة التجسس والخيانة، وطبعاً التهمة بسبب معرفته بالانفجار اللي حصل في العراق، واللي كان بسبب تصنيع الأسلحة والصواريخ اللي كانت معلومة شديدة السرية، خصوصاً وأن هذا التصنيع كان من غير علم دول العالم. اللي ارتكبه فرزاد يعتبر تجسس، والكثير يرجح أنه جاسوس بريطاني، فصدر الحكم على فرزاد بالإعدام شنقاً. أما بالنسبة للطبيبة دافني بارش اللي ساعدته بدخول موقع الانفجار، صدر عليها الحكم بالحبس لمدة 15 سنة. وفي 15 مارس عام 1990 وفي الساعة 6:30 صباحا، صعد فرزاد إلى منصة الإعدام ونفذوا حكم الإعدام شنقا. ما انتهت القصة مع إعدامه، فالسلطات العراقية وضعت جثة الصحفي فرزاد في تابوت خشبي وأرسلته إلى بريطانيا. وفي عام 2003 ظهرت تسريبات تذكر أن صدام حسين حرص شخصياً أن يتم إعدام الصحفي بشكل مستعجل، بحيث يقطع الطريق عن الحكومة البريطانية ومحاولاتها للشفاعة على المتهم. رغم أن المحقق القائم على القضية رأى أن فرزاد بريء من التهم، لكنه لم يستطيع رفض الأمر من الحاكم العراقي. هل كان فرزاد صحفي يريد تغطية خبر جديد لا أكثر؟ أم أنه جاسوس بريطاني أو صهيوني؟ اتخذ الصحافة رداء لتسريب الأخبار؟ شاركوني رأيكم في التعليقات، ولا تنسون دعم منصتنا بالاشتراك، فالدعم يساعدني على إنتاج المحتوى الهادف. هذه كانت قصة فرزاد، الرجل اللي أرسله صدام حسين بتابوت إلى بريطانيا، واللي ما زالت الناس تناقش أسرار حياته.